الحلقه يا نحاول اذا كنت نجم نهار زغير موين حسين لحقاش ليني جن الموضوع حديث الساعه ديال ميناء حسين الا وهو الموضوع احداث ميناء ترفيهي. الموضوع عوانيتي يرقى معارضه مهنيه للسيد ديال الحسين نهار استضفت كيف نوجه اثنين يجيونا نحاول نعرف من السقسه ديال الموضوع عوانيتي ما تعرض الفكره من احداث المشروع من هنا المقترحات الغصن الكوكس دي سينو حسين راه كيدي فكري ولد شعير بنت زيد جمعيه اربع مرات كيصيب حسين نضحى بالسكس ونتشكى في التربيه الدعويه ديالنا دي سينو نظن اكيد نوغ الاستاذ محمد بن زيان بنت زيد جمعيه من البحاره الصيادين في مدينه الحسينه نتشكى في صوت التسخ التلبية نتاعو. هذا بدا خص الأستاذ فكري زعما خصو يتلقن يعني الخبر من إحداث ميناء ترفيهي في مدينة الحسينة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كنشكر الأخ أمين تاع موقع إف توداي وجميع الخفاء اللي كيشتغل معاه. في البداية الخبر تلقيناه واحد الغضب كبير لان نحن ممكن كنتظروا ان يديروا شي ماتم فيه هنا. جانا خبر على موقع ديال لاين بي بان كاين خرجوا لي مارشي ديال بناء ميناء ترفيهي. حنا اندهشنا بهذا الخبر غير كاشاره الحلقايه انا حاولت نتمنى الدارجه من تعرف مني ما غنحقاش يتهم المسؤولين في القطاع الصيد في الموانئ ديال المغرب. نحاول نسير بالدارجه باش الرسائل الروضه كما هي نسيتي ما غنفكر من الفكره. هذا غا السيد مزيان، السيد مزيان شي كممثل يعني بحاضر في مدينه الحزينه مكتل كان الخبر من احداث ميناء ترفيهي غير وسط الموانئ الحزينه. لازم هذا السيور زعما فهمنا يجيني الدارجه اولا يعني شكرا لكم على الموقع كون عرفتو داي كنشكرهم اولا في الموقع عرفتو داي وكنشكرو جميع الاخوان اللي كيسهروا على الموقع. ثانيا نقطة السؤال اللي وجهت ليا واش كيفاش تلقينا الخبر من طرف خبر من الاعلام ولا خبر من بناء ميناء ترفيهي داخل الميناء نتاع العمل. بصراحة تلقينا بصدمة كبيرة. احنا كنا كبحارة ولا كممثلين البحارة كنا كنتظروا باش يكون عندنا ميناء اللي غيغادروا البحرية الملكية، لأن احنا سمعنا غيغادروا كنا تمنينا باش ذاك الميناء يرجع للبحارة كما كان في عهد إسبان وعاد الاستقلال فوقاش دار الاستقلال كانت البحارة وكان عدة أشغال كدار تما الشباك يعني تما الشباك كنا فرحنا بان ذاك الميناء يرجع لينا لان انتم راكم في الميناء وكتشوفوا الضيق عده شبابيك المراكب منزله فوق السراع وكاين المطار المازوط المطار المازوط عامر بالمراكب اللي كيتفلت تما الحوت والدج ولي كنا تمنينا يعني باش الميناء يرجع للاصل نتاعو هو البحاره ويكون حتى حنا والمنطقه ولا الميناء اللي غيرجع لينا البحاره يشجع مزيد من الناس اللي غيستثمروا ويديروا الاستثمار ويجيبوا مراكب جديده لهذه المنطقه. لان علاش ان احنا قطاع الصيد البحري كنعتبروا عمود فقري بالنسبه للاقليم ودائما كنتمناو يكون في من حسن لاحسن يعني. وصراحه تلقينا هذا الخبر بصدمه وذلك يعني على ذلك الصمت نتاع المسؤولين اللي سهروا على هذا الميناء هي وكاله الوطنيه للموارد. وكنا كنتمناو في هذا اللقاء يحضر معنا باش يعني هو يهضر ولكن مع الاسف كذلك اشاره السي بن زيان المسؤول ديال لاين بي او الوكاله الوطنيه للموانئ حاولنا نتصل به اعتذر لاسباب في الحقيقه كان خصو يكون حضر معنا باش يدافع على الفكره ديال المشروع حيت هما اللي جابوها لنا. على اي حال غادي نرجع للاستاذ فكري. الاستاذ فكري تقدر تهضر لنا يعني كيف وقع تشكيلات الهيئات المهنيه المشتغله بميناء الصيد البحري وشنو هما الخطوات اللي بديتو بهم؟ اولا من تلقينا الخبر تحركنا احنا كجمعيات وكهيئات تحركنا بعجاله وعجاله وجدك الشيء عفوي
جعفوي، اتصلنا بالاخوان ديال البحاره الصيادين، اتصلنا بالجمعيات العصريه، اتصلنا بجمعيه التجار الاقتصاديه، اتصلنا بالنقابات، اتصلنا بمجموعه ديال الفعالين اللي كيشتغلوا هنا في الميناء. بالفعل درنا لقاء اولي، درنا لقاء اولي، وداك في داك اللقاء بالضبط درنا فيه بيان سميناه بيان رقم واحد، واتصلنا بنفس الوقت بجميع المسؤولين منهم وزير الصيد البحري، وزير التجهيز، المدير العام للوكيل ولايه المواليع، اتصلنا برئيس الجهه، برئيسه البلديه، اتصلنا بالسيد الوالي، وطلبنا منه لقاء الى يومنا هذا حنا كنتظروا. واش لقيتوا شي اجابات في الى حد الان؟ ما تلقينا حتى شي اجابه. يا كتابه ولا لا كتابه لا والو، الا واحد السيد الوالي جا عندنا السيد الباشا قال لك راه كلفني السيد الوالي باش نتصنت لكم. بالفعل جا السيد الباشا، جلسنا معاه كهيئات، تصنت لينا ومشى. جا غير تصنت لكم وصلنا اجازات لنا، تصنت لينا، وحتى ذاك الاجتماع حنا ما درناهش في في في, في الباشاويه ولا في شي بلاصه اللي تتابع الوزاره الداخليه، درناه في في, في المكتب الوطني للموانع، وكان حاضر معنا السي حجيج اللي هو مدير جهوي ديال المكتب الوطني للموانع، ورئيس قسم اللي هو السي بوطاط. حنا استعنا الباشا، بدينا كنهضروا مع السيد الباشا كيقدم لنا راسو حتى حاجه جديده. تفاجئنا بالسيد رئيس القسم كيعطينا شروحات حول الميناء الترفيه الجديد. نظن حنا كنقاطعوا ذاك رئيس القسم ديال الميناء اللي هو السي عبد الله بوطاط. حنا حيت جينا عليه بلا ما هادشي، حنا ما جيناش ندوزو معاه، حنا جينا ندوزو مع السيد الباشا. بالفعل الباشا تصنت لينا هزنا يهز مشى لحد الان كنتظروا شي جواب رسمي. راه قال لك شي حاجه. حضرتوا في هذا الاجتماع؟ والله كيما قال الاخ فكري، يعني بصراحه حتى النهار اللي سمعنا هذا الشيء، يعني حنا جمعنا روسنا بروسنا وجلسنا وشكلنا الهيئات. شكلنا الهيئات، وفي اول تشكيل الهيئات كانت صعيد من طرف بعض الاخوان اللي راهم في الهيئات باش خصنا نوقفوا المراكب دابا ونديروا مسيرات ونحتجوا ليه، ولكن حنا راه الناس كنمثلوا الجمعيات ودائما الناس المجتمع المدني كنمثل المجتمع المدني، ولا مثل المهنيين، الناس العقلاء، ماشي الناس كنبغينا نخرجوا للشارع من اجل الشارع، ولا بغينا نخرجوا من اجل الشارع. قلنا غنطرحوا لجميع البيبان تاع المسؤولين، ونمشيو للمسؤول المسؤول، ونمشيو للاعلام، وهذا المشكل اللي اعتبرناه ماشي مشكل ديال البحاره صافي، ولكن مشكل ديال الاقليم بصفه عامه. هذه الخطوات اللي درنا ومشينا حضرنا ما جابوش اجابات، سي كيفاش ما جابش اجابات؟ ما كانش لحد الان السلطه، يعني ما عرفناش. يعني واخا سي بن زيان تقدر تقول لنا يعني هذا المشروع شنو هو التاثيرات اللي لكم على حياه ديال البحاره ومشتغلين في قطاع الصيد الحي الحسيني؟ علاش انتم كنعرضوا المشروع؟ علاش كنعرضوا؟ حنا ماشي كنعرضوا المشروع، مش حنا مع المشروع، ولكن كنعرضوا الفكره ديال المشروع داخل الميناء نتاع العمل. اما مشروع حنا رانا مع المشروع دابا، ولكن باش يكون داخل مكان عمل الصيد راه كنعرفوا ذاك المقطع فين غيبقى. يعني انتم مع فكره احداث ميناء ترفيهي ولكن ماشي داخل ميناء، ماشي داخل بلاصه اخرى، يكون بلاصه اخرى، لان الحمد لله حنا الشواطئ نتاعنا الحوثي ما عارفين. نفس الفكره اللي كتبدلوا مع نفس الفكره، حنا كهيئات حنا نفس الفكره، ماشي كهيئات. الا تمشيتي سولتي المجتمع المدني او الراي العام هنا في اقليم الحسيمه عنده نفس الفكره. حنا ماشي ضد المشروع، حنا مع المشروع، ولكن يديروه في شي جهه اخرى ما يديروهش هنا. حنا كنطالبوا حاليا باش يكبروا الميناء، ذاك المنطقه ديال البحرين الملكيه ترجع لينا حنا. عندنا مشكل، الا جيتو نتوما كجيتو من قبل ما تدخلوا لهذا المقر شفتوا يعني الاكتضاض ديال البواخير، الشباك في الرصيف كثرة، عده مشاكل كنعيشوها. دونك حنا دابا في هذه الحاله كنطالبوا فضاء اكثر. إيه يعني انتم كتعرضوا هذا المشروع حيت غيزيد يضيق المساحه ديال الميناء. بيان سور، هذه هي النقطه الاساسيه. ماشي يضيق المساحه ديال الميناء، يعني من ناحيه ديال العمل يعني على الرصيف. اما في البحر راه مشكل اخر، غادي كيكون هيجان البحر، وحنا ملي كنجيو نديرو مثلا الكازوار ولا نديرو الثلج ولا نديرو الماء ولا نديرو نصلحو شي اعطاب صغيره كنكون عندنا واحد مشكل كبير. وكان هذه الفكره هذا يكملها لك السي بن زيان، لانه كبحاره كيعرفوا كييجوا يدخلوا الباطو وكيخرجوا، يعني المشاكل. يعني واخا السي بن زيان تقدر تهضر لنا على المشاكل اللي كتواجهوها يعني يوميا في الخدمه ديالكم هنايا، يعني كالضيق ديال المساحه وكذا،
الاختبار غير باش نعرفوا على حاجه، لان احنا بالنسبه للاصناف المراكب عندنا ثلاثه الاصناف. عندنا بالنسبه لصيد الساحل عندنا مراكب السردين، عندنا اللي وصلت 32 ولا 31 مركب، عندنا مراكب الجار اللي وصلت 15 14 16 بعض الوقت كتوصل حتى 27 28 لان المراكب الاخرى بالناظور. نفس المشكل مراكب السردين كيوصلوا حتى 40 بعض الخطرات حتى 50 مركب، فوقاش كيجيو مراكب اخرى. يعني بالاحرى عادي تجيو عادي تجيب المراكب، تجيب المراكب بالخيط وجيب المراكب الصغرى هي الصيد التقليدي. يعني هذا الحجم ديال المراكب يعني في وقت كيكون البحر هادي هذا كيهبط لهنا، ولكن فوقاش كيكون البحر هائج راه ما يمكنش المركب يضرب، ما يمكنش لان غيتهرسوا انتي ولا غير شي واحد يعرف واحد، هنا كل واحد كيهبط بوحده. يعني 8 ديال المراكب ولا 9 هنا راه صافي المرسى عمرات. يعني في حاله الا تحدث هذا المشروع غيزيد يضيق غيضيق اكثر، وداك الحاجز اللي غيديروا داخل الميناء هو مشكل كبير. إيه. علاش دابا هما كيقولوا لنا راه حنا ديرنا الحاجز وتستغلوا العماله؟ بالعكس بالعكس، غير بناء داك الحاجز خصنا نخويو من هنا من المرسى لمده سنه باش يبنيو غير داك الحاجز فوق، وما بالك سنه فين غنمشيو حنا؟ هاد النقطة فين كنخافوا حنا اكثر من الحرارة؟ حنا فين كنخافوا؟ هما ارباب المراكب راه كتشوف عندهم مركب ولكن راه موقت في الميناء، النهار اللي ما غايجيبوش غيبدل المشروع، وكيدير مشروع حقا مود البلاد على البلاد خصو ينمي بلاده خصو يدير مشروع ليه، ولكن غدا راه كاين مثلا مسائل اللي كتضيق عليه باش يدخل على المركب. غدا الا جبر المركب نتاعو كيتهرس هنا وما جبروش المطعنه خصو يخوي المرسى اخرى. الضيع شكون هو؟ هو البحر. دار تما داك 40 بحري ولا 38 بحري غيتزلهم، ما يمكنش يغادروا مع المركب المنطقه اخرى، هذا هو المشكل. غيتشكل لنا حنا كجمعيه بطاله لان مع ايضا البحر رجعوا ما جبروا فين يخدموا، هذا مشكل لنا. هذا اول تصور الا مشاو مثلا غير خمسه سته المراكب، راه سته المراكب راه تقريبا 100 ونص بشر وزيد العائله نتاعهم، هذا الشيء غير مراكب السردين، جيب مراكب الجره نفس المشكل. غدا غيمشيو المركب، ما يمكنش المركب نتاعو اللي يساوي 700 ولا 800 المليون يخليه يتهرس هنا، خصو يمشي. وحنا راه الناس المنطقه ما موالفينش الهجره، دائما خليها هجرنا خصنا نرجعو لبلادنا، يعني كاين الالتزامات اللي عندنا، كاين ولادنا، كاين مسائلنا، ما يمكنش انا ولادي نخليهم هنا ونغادر نخدم في الرينكون ولا في طنجه، الا مشيت نخدم في طنجه نشوف برك اخر ما نمشيش، يعني كاين هذا المشكل. يعني يضطروا بحال يرجعوا ويبقاو جالسين، ولا يكون الاكتظاظ، الا بقاو هنا مراكب غيكون الاكتظاظ، يكون المركب يوصل حتى 60 واحد وما يمكنش يهز 60 واحد، مشكل، هذه مشكل. النقطة الثانية مكان راحة العمل. غدا مثلا حنا كندخلوا في الصباح، راه مراكب السردين واش كندخلوا؟ ندخلوا في خطرة واحدة. كندخلوا باش نبيعوا الحوت ونزلوا الشبكة، كتشوفوا الحالة اللي كاينة دابا بالنسبة للشبكة كيتقطعوا مسائل النيكروس، ما عندنا في المطاع فين عدلوا غير الشبكة. هذا مشكل العمل. مثلا ما كاينش مساحات كافيه فين غنطلقوا شي، ما كاين مساحات فين نضطروا حنا بحرام نضطروا نستناو مركب اخر غيستنى العمل باش نخدم انا، يا ما نمشي هنا من الميناء حتى الوحده د العشيه وخصني الجوج خصني نخرج للبحر. كنشوف دابا حاليا راه الساعه 3 والمركب راه كيغاطوا كيخرجوا للبحر، الوقت ضيق، هذا المشكل. ثانيا هذه نقطه اخرى، هو خصنا ننظموا الميناء كبحر، ننظموا باش تكون الراحة عندنا والراحة ونشجعوا باش يجيو المراكب والناس تستثمر. موطع فين غنهبطوا المراكب وهبطوا المطار، موطع فين غنعدلوا الشبايك عدلوا الشبايك، موطع الثلج الثلج، موطع فين غنديروا الماء الماء، موطع يعني باش ننظموا الميناء. وحنا دابا بالنسبة للحكومة يعني كتوجه لنا خصك توسع الميناء والامتيازات وتحفيزات لأرباب المراكب باش يزيدوا في المراكب، وداك الشيء اللي كيوقع في مناطق اخرى. وحنا حنا في الحزيمة العكس، هو التضييق الميناء، هي بغاو يجريو علينا بهذه الطريقه، بغاو يجريو علينا. هذه النقطه غادي نوجه واحد السؤال سي فكري، يعني كارباب مراكب الصيد في حاله الا تحدث هذا المشروع واش غتبقاو هنا ولا كاين شي مقترح بيناتكم كما قال السي مزيان غادي ننتقلوا لشي موانئ اخرى؟ حنا كنتفائلوا ان شاء الله ما غيتحدث هذا الميناء الترفيهي، الى تحدث الميناء الترفيهي هنا داخل ميناء ديال الصيد البحري راه غتكون كارثه.
غتكون كارثه عظمى. باش نكون واضحين حنا ما نقدروش نشتغلوا هنا. حنا ارباب مراكب الصيد بصفتنا حنا كمستثمرين حنا ممكن نبيعوا ممكن نغادروا. مابقاوش هنا نجلسوا هنا. حنا راه الباطو غادي كيتقاسم على الباطو اخر. راه ما كتصوبوش ب 1000 درهم ولا 1500 درهم. كتصوب بواحد اموال كبيره بزاف كتوصل 30 40 مليون. اش نقول لك هذا سؤال شويه واخا. غادي ندوز لواحد السؤال اخر بالنسبه يعني للبرلمانيين ديال المنطقه والتدخل ديالهم والاجتماع ديالهم ليكم واش جا في الوقت المناسب ولا واش جا بعدا اصلا ولا ما جاش؟ واش جا عندهم شي اولا باش نكونوا شويه واضحين وعمليين حنا نهار اللي شكلنا هذا الائتلاف اللي فيه 8 ديال الهيئات رسمنا واحد خارطه الطريق. يعني خارطه الطريق هي النقطه الاولى درنا بيان الاول. النقطه الثانيه درنا بيان الثاني. النقطه الثالثه درنا ندوه صحفيه باش نبينوا الراي العام المحلي والوطني اننا احنا ماشي ضد الفكره ولكن ماشي بلاصتها. النقطه الرابعه كان عندنا نستعين بعض الاخوان البرلمانيين باش نوصلوا لهم يعني الهموم ديالنا نوصلوها للقبه تاع البرلمان. كاين اخوان اللي لبوا الدعوه كاين اخوان اللي كيتهربوا بحال اللي كيتهربوا مسؤولين اخرين باش نكون واضحين. كاين الناس اللي عندهم الغيره على هذه المنطقه وعلى هذا الميناء ولكن كاين بعض البرلمانيين كيتهربوا واش يعني مع فكره ديال احداث الميناء او ميناء ترفيهي؟ علامة الاستفهام ما تفهم والو كيتهربوا ما كاين لا جواب لا كاين لا جواب لا والو. كاين برلماني اتصلنا به مؤخرا هذه واحد 3 أيام الديوان ديالو الناس يعني اللي اي برلماني كيكون عنده الديوان ديالو كيكون المستشارين ديالو كنتصلوا بهم كيقول لك اودي راه مسافر مع العلم يتجول في شوارع الحسيمة صباحا ونهارا باش نكونوا واضحين. حنا جينا لهذا المنبر باش نقولوا الحقيقة. لهذا حنا كنستنكروا هذا الشيء بشدة. اللي غيمثلنا يكون في السكوت المستوى. واخا نرجع عند السير مزيان غادي نسولك يعني في الأول فاش جاو يعني يديروا دراسة واش استشروا معكم واش جلسوا معكم باش يختاروا هذا المكان فين غيديروا هذا الميناء أولا جابوا المشروع وسيبوا لهنا الحسيمة حتى جا في المرصد ديال الحسيمة. لا بالنسبة كيف سمعنا احنا وكيف كيقولوا هما بأن المشروع دار في 2010 يعني في غياب تام للجمعيات المهنية حضورهم في اجتماع تاعهم. أما بالنسبة كان شي هضرة بأن ما حضرتش جمعية ما كاين شي وثيقة كتدل بأن ما حضرتش جمعية في شي لقاء ولا حضرت معاهم. يعني في 2010 جات التخبية لأن علاش قبيلة كنقولوا دائما احنا كنشوفوا بالنسبه للدستور الجديد اللي كان جا وكنخلي الجمعيات المجتمع المدني تكون صاحبه قرار ماشي تشارك في الحوار وصافي ولكن هو اقتراحيه ولكن انا اللي كنلاحظه بالنسبه للوكالات الوطنيه هي اخذت الطريقه بدات كدير المسائل في 2011 2012 2013 2014 يعني تفاجئنا بان 2015 غيبداو العمل تفاجئنا غيبداو العمل المشروع تطبخ في الرباط وما نعرف فين في الدرب ديال الوكاله الوطنيه للموانئ ونزل بشكل عمودي بدون استشاره افقيه مع باقي المتدخلين. انا اللي كنلاحظ واحد الحاجه يعني صراحه حتى اللقاء تاعنا اللي جمعنا السيد الباشا مع مدير الوكاله الوطنيه المحليه هنا في بالنسبه كيدافع على المشروع بان ما كان مشروع نتاعو. وهنا نورمالون اللي غيدافع عن المشروع اصحاب المنطقه، اما هو المسؤول غدا غيمشي، ولكن كيدافع عن المشروع ما هو رد باش يدافع على ذاك المشروع لاحظنا بان ما كاينش وكيفاش السيد يعني كيدافع عن المشروع ولكن ما استشرش المهنيين وما جلسش معاهم. هذه نقطه اخرى ذكرتي لي يمكن الدراسات. حنا في المغرب ما عندناش مكاتب دراسه. باش نقول بصراحه هذا تصريح الوزاره راه وزير مؤخرا وزير التشغيل مسائل المشاريع الكبرى دارت بدون دراسات ولا ما كان لا دراسات لا جيو دراسات واش اللي كيدير دراسات ما كيستاجوش مع المهنيين والانسان كيجي يحفظ غير دارو خاصه تدق على الجيران
باش تخبرهم واش تدير دير مشروع ميناء ترفيهي داخل الميناء والمهنيين والمراكب وما راعيتش هاد الشغل ما كاين لا دراسات لا كاين حتى هاد الشيء داك الشيء التطبخ والمساعي والداب والتلاح اللي عندنا راه يدير اللي كنقول كيف قال قبيل الاخ فكري احنا الناس كنفكروا مزيان قبل ما نطلعوا نديروا اي خطوه خطوه لان احنا معنا ناس النقابات ومعنا كنعتبر كنظيم الميناء والاقليم احنا قبل ما ننتجوا لاي خطوه خطوه احنا اللي كنقولوا كنتعاملوا معامله دبلوماسيه ونوصلوا لان احنا كنشوفوا مظلومين وبالتالي المظلوم خصو يدق جميع البيبان وحنا راه كنشوفوا بالنسبه للبيبان راه تقرير وتقيناه والاعلام كان في حسين معانا وكنشكروه مزيان والاخوان البرلمانيين اللي جلسوا معانا وداروا زياره وكنشكروهم حتى هما بعد الدور نتاعو ونتمناو يوصلوا داك الشيء للجهات المسؤوله على المستوى الوطني قبل ما نتخذوا اي خطوه لان احنا النهار اللي غنتخذوا خطوات بالميناء راه المسؤولين غنفاشوهم وغيتفاشوا بالخطوات نتاعنا وماشي نحطوا المراكب ونمشي بحالنا لا راه كاين خطوات نضاليه ونتجهوا للنضال وندافعوا على الحقوق نتاعنا. هذا كان عندي يعني كسؤال كنت باغي نطرحه على السي فكري غادي نعاود نطرحه عليه. شنو هما الخطوات المستقبليه اللي يعني تقدر تدخلوا فيهم او الاشكال النضاليه والاحتجاجيه يعني باش يعني تعرضوا هذا المشروع اللي جابوه مواليه خصو واحد الميزانيه ديال 19 مليار وتصادق عليها في مجلس وزاري ترأسو سي بنكيران رئيس الحكومه. شنو باغيين ديروا مستقبلا الى هم مصرين على اولا حنا لحد الان كنتعاملوا مع المشكل عقلانيه كما كان قبيل السي محمد. حنا كاين جهات بغات تجرنا الفوضى حنا ما نديروش الفوضى واضحين كاين جهات كنأكدها بغات الفوضى كاين جهات بغات الفوضى حنا ما غنمشيوش حنا ماشي سيدي بوعفيف ولا بن بوعياش حتى بن بوعياش ولا سيدي بوعفيف راه ما مشاو يديروا وقفات احتجاجيه حتى لو كانوا البيبان تسدوا ليه مش البيبان تسدوا عاد وصلوا لذوك النتائج انهم يخرجوا للشارع. حنا لحد الان كما قلت لك عندنا خريطه الطريق خدامين عليها وكاين خطوات مقبله على الصعيد الوزاره الجهيزيه. واخا سي بن زيان كلمه اخيره يعني باش نختموا هذه الحلقه شنو باغي تقول في هذا الشيء؟ انا اللي بغيت نقول باش نبدا المسؤولين المحليين اللي الصراحه عطاو الروم لهذا المشكل علما يعني القطاع ديال الصيد البحري كيمثل العصب ديال الاقتصاد في الاقليم ككل. انا اللي كنشوف البلدية الحسيمة اللي كتعتبر يعني حكومة محلية وكتستافد واحد النسبة المئوية من الميناء اللي كيوصل تقريبا 400-500 مليون سنويا ولحد الآن يعني ما خدت الموضوع بعين الاعتبار ولا مسؤول نتاعها يجيو يجلسوا غير معنا. هذه أولا لأن يعني علاش عندنا يعني كنحطوا علامة الاستيفاء. ثانيا كنقولوا المسؤول الاقليمي لا السيد الوالي ولا مسؤول الجهه الا بغاو ينصفوا البحار وينصفونا كمهنيين ونبقاو مستمرين في العمل ونحافظوا على الهدوء نتاعنا والعلاقات نتاعنا نتاع العمل مع الادارات هذا المشروع يشوفوا له متاخر. لان احنا علاش؟ احنا درنا برنامج عمل اللي فيه عده خطوات واقترحنا في الندوه نتاعنا والمشكل نتاعنا ما بقاش في يدنا حتى مهنيين. انا خرجت حتى لجمعيه المجتمع المدني الحقوقيه وجمعيه المجتمع المدني كنعتبره مشكل. واللي كنقول لهم كلمه اخيره هذا المشروع يشوفوا له متعاقب راه كاين السواحل واللي كنسمعوا لان سمعنا واحد الكلمه من المدير الجهوي نتاع الوكاله الوطنيه بان اربعه مشاريع الموانئ اللي جايه للمنطقه ولكن ما كاين اي ما تم حتى مشروع ولا شي ميناء ترفيهي داخل الميناء نتاع الصيف. كنتمناو يرجعوا للاصل ويشوفوا متعاخر للميناء الترفيهي. واخا سي فتين سي فكري قول لنا كلمه اخيره في هذا الموضوع شنو بغيتي توصل يعني عبر الاعلام يعني انتم كارباب مراكب. احنا الكلمه ديالنا راه باينه قلناها في جميع المناسبات في الدول الصحفيه في الاذاعه الوطنيه في الاذاعه الجهويه في الاذاعه ديال كابراديو واليوم كنقولوها في موقع
ليفتو دايم. حنا ميساج ديالنا وصل للمسؤولين، حنا حاليا كنطلب بتوسيع الميناء، وكنشكروا الجهات اللي جابوا هذا المشروع الميناء الترفيهي، كنقولوا لهم ينقلوه لواجهه اخرى. تبارك الله الحسيمة راه عندها ميناء كبير، وبهذا المناسبة نستغل واحد الفرصة باش نعزيو إخواننا في الصحراء المغربية باب الصحراء وحياة الفيضانات. شكرا. واخا أذنيتي زوار موقع عرفتو داي تيرين وغلط غا نكرر الحلقة. نتشكر ضيوفنا النهار غا كيبان نتشكركم رافقين ليا في المتابعة عندكم في البرامج ديالك. نراكم شي افكار مواضيع ممكن خاصنا نخدم ديال البرنامج التغيميت استقبالي فهمتي انا خلي ما الموقع ريف تو داي @gmail.com ونشكركم سلطاس ادورنا ان شاء الله.